ننطلق من أكثر المقالات حلوة، يعني مو بتمغيطة بقدر ما هي إيش ضبط الثياب. ننطلق من أكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات وأيضا أبرز تعليقات القراء على المقال الأكثر تعليقا، إضافة إلى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج جهلة من الصحافة السعودية. نتابع. المقال الأكثر قراءة من صحيفة الوطن للكاتب فواز عزيز بعنوان سيحوا في الجوف، يقول: بينما تصرخ الإجازة سيحوا في الأرض، تقف المناطق والمدن بين اثنتين لا ثالث لهما، واحدة طاردة وثانية جاذبة، والفرق بينهما يكمن في المسؤول. كثير من المدن طاردة لأهلها في الإجازات حتى لو جاءتها فرص ذهبية بلا جهد منها، مثل الربيع الذي لم تستغله منطقة الحدود الشمالية. منطقة الجوف من القلائل التي استغلت الإجازة بذكاء، وبمهرجان الزيتون الذي يحقق نجاحات متتالية سنويا ويفرض نفسه على المشهد السياحي بقوة. فلم تعد الجوف متطرفة، بل أصبحت في الجوف وأضحت سكاكا ودمت الجندل بيئة جاذبة رغم حاجتها إلى كثير من التطور في الخدمات والبنية التحتية. سنوياً تكشف إجازة منتصف العام التي لا تتجاوز أسبوعاً قدرة بعض المدن على خلق فرصة استثمارية لتجارها وفرص ترفيهية لسكانها، وتكشفت قدرة كثير من المدن على طرد سكانها. ويختم الكاتب: التسويق ذكاء وفن، فدبي سوقت لنفسها حتى أصبحت ملء السمع والبصر، وأصبح زوار مهرجان التسوق ينفقون نحو المليار دولار أسبوعياً. المقال الأكثر تعليقاً من صحيفة الرياض للكاتب يوسف الكويليت بعنوان مجتمعنا بين طفرتين، يقول: بين طفرتين ماديتين، ماذا حدث في مجتمعنا؟ وهل جاء التأثير الداخلي أقوى من الخارجي أم العكس؟ وهل يسود حياتنا الركود أو الحركة المستمرة والتفاعل مع المجتمعات العالمية، بحيث أصبح مواطنون عالميين بالتواصل مع حيوات تلك الشعوب؟ هذه الأسئلة وغيرها لا يرد عليها إلا بحث طويل من عدة اختصاصيين، لكن يمكن رؤية الصورة العامة من خلال ثقافتين وسلوكين سائدين، أحدهما تقليدي لا تزال أبعاده هي الاهتمام بالموروث الشعبي من شعر نبطي وعلاج بالرقية والأدوية المتوارثة من حجامة وبعض الأعشاب. ويكمل الكويليت: على المستوى الآخر، أظهرت الإحصاءات أننا أكثر مجتمع في العالم يتعاطى مع الإنترنت، لكن هل حدث ذلك بالاستفادة من المعلومة واستخلاص نتائج بحوث ومعارف جديدة، أم لمجرد التسلية والعبث والبحث عن ما هو خارج الغايات؟ ويختم الكويليت: نحن نمر في مرحلة ما قبل القفز من الحالة التقليدية إلى المرحلة المعاصرة، وفي كل الأحوال لا نزال نقف على القدم الواحدة طالما بعض الحواجز تقف لتشدنا للخلف لندور في حلقات الفراغ الطويل. التعليق الأبرز جاء من القارئة أماسي، تقول: مجتمعنا يحمل بين طياته طاقات رهيبة، بعضها يعمل وجزء كبير منها معطل لغياب القرار فيما يخص الابتكار والتصنيع، لذا فعندما يمهد لذلك بقرار حقيقي سوف ننطلق أكثر وأكثر بدلا من الزحف البطيء. المقال الذي اختاره لكم فريق ياهل من صحيفة اليوم للكاتب شلاش الضبعان بعنوان لا عزاء للمزايدين، يقول: باسمي واسم عائلتي الكريمة وكل من أعرف ومن لا أعرف، وبما أني كغيري من أبناء هذا الوطن أتمتع بعلاقة وثيقة معك تتجاوز علاقة الولد وأبيه، فأنا أعطيك الراتب وأنت تمنحني القروض وتمارس علي دور المؤدب الحريص، فكلما نزل حسابي عن 5000 ريال جاءتني رسالتك التي تخصم مني المقسوم. مبروك يا بنكي، ما سمعناه من أخبار جميلة بشرتنا أن أرباحك أنت وإخوانك من المصارف السعودية قفزت إلى أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق خلال العام 2013، لتحقق بنهاية العام 37.62 مليار ريال مقابل 35.1 مليار ريال في العام 2012. ويكمل الضبعان: أعرف أنكم تخافون من العين ولا تريدون إعطاء فرصة للمتربصين والمتربصات والطماعين والطماعات الأحياء منهم والأموات الذين يتكلمون عن ضرورة تخفيض فوائد القروض وإيقاف الرسوم التي تجعلكم منشارا يأكل وهو طالع ويلتهم وهو نازل، وإلزامكم بالمشاركة المجتمعية التي تشهد غيابا واضحا منكم، حتى وصلت الحال بالبعض أن يتساءل أين تذهب هذه المليارات، وماذا يمكن أن تقدموا لإسكان العملاء ورفاهيتهم لو قدمتم المليارين زيادة فقط من أجلهم.
ولكن كل واحد أدرى بحلاله، والحلال حلالكم، ونحن لا يحق لنا إلا أن نقول مبروك، ومتى أقدر آخذ قرض جديد؟ نبقى في أخبارنا ونتابع أخبار المملكة العربية السعودية، ولكن هذه المرة بالأرقام وليس بالكلام. أربعة عشر إصابة مؤكدة بالضنك في جنوب جدة، وعشرون حالة اشتباه في أسبوعين، وستة مراكز استجابة لتقديم خدمات الطوارئ جهزتها الشؤون الصحية. 156 مشروعاً مولها التسليف في عسير بخمسة وعشرين مليوناً. 1799 موهبة في المرحلة الثالثة من تطبيق المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين في جميع محافظات المنطقة. 9 مبادرات جديدة أعلن عنها أمين جدة لحماية وتطوير المنطقة التاريخية. 1.1 مليون ريال غرامات على مقاولي الطرق في بريدة خلال العام الماضي. 57% من المتقدمين استبعدوا من أصل أكثر من مليون شخص تقدموا على برنامج قرض دون شرط تملك الأرض. 50 مليار دولار توقعات بارتفاع الاستثمار النووي بين الرياض وباريس. 3 عالمياً هو موقع المملكة بين الدول الجاذبة للاستثمار. 8.63% انخفاض في نسبة أمية السعوديات وإغراء دارسات بألف ريال لبرنامج محو الأمية. 90 بليون ريال تعويض نزع عقارات في مكة خلال 3 أعوام بحسب تقرير حديث صادر عن غرفة تجارة مكة. مقطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية والهاشتاغ الأنشط والرسم الكاريكاتيري الذي اخترناه لكم من الصحافة السعودية نتابع. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من صحيفة اليوم للفنان عبدالله صايل الذي يصور برشته حالة الإعياء التي تتكرر بعد نهاية كل موسم دراسي. الفيديو الأكثر مشاهدة، الحلقة 7 من الموسم الثاني من برنامج ضربة حرة والذي يتناول أهم القضايا الرياضية بشكل ساخر. إيه. إيش فيك؟ ها؟ نشب راسك؟ والله نشب. من جد والله. إيه شفت محمد نور والجزاوي والعيال. نشب. طلع راسك يا أبوي. ما ماني قادر أخوك. تضحك يا. جيب زيت يا لئيم. طلع راسك بسرعه المباراه بتبدأ يلا يلا اذني ابراهيم غالب. هلا والله، كيف امورك؟ تمام الحمد لله. الاسيست اللي امس زي الورد. بدينا يلا. السلام عليكم. ورحمه الله. صاحي الله يصحح راسك. ابو نوران كيفه معاكم؟ والله ابو نوران ماشي حاله، بس انه شوي مزعج يعني، بغاني قاعد يغني كثير بس صوته ماشي والله. الهاشتاج الاكثر نشاطا، غرق 6 فتيات برماح. إذ نجحت فرق الدفاع المدني من انتشال غارقتي المستنقع المائي بمنطقة العرمة على طريق رماح الرياض ليرتفع عدد ضحايا الفاجعة إلى 6 فتيات ما بين شقيقات وبنات عمومة تتراوح أعمارهن بين 18 إلى 25 سنة. فاصل ونعود لكم بعد قليل.